وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان. نتواصل معكم في هذا هو الحبيب. انظر رسول الله، أعني المصطفى، خير البرية، صاحب القرآن، سمع النداء وقد تدثر راجفا، سمع النداء وقد تدثر راجفا، أن قم فأنذر عباد الأوثان. أيها الأحباب، معكم في هذا هو الحبيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى وقدر حول غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي غزوة حنين. نستخلص منها العظات والعبر والفوائد إن شاء الله تعالى. ويسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشربيني، دكتور إبراهيم الشربيني حفظه الله. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك شيخ. في البداية أحبائنا المشاهدين، نحب أن نلفت النظر إلى أمر خطير. هذا الأمر أن غزوة حنين بالذات كان المسلمون رضي الله عنهم ورضي عن الصحابة كلهم أجمعين في هذه الغزوة أكثر عدد من الصحابة خرجوا، كانوا حوالي 12,000. ولكن هناك عظات وعبر نرجو أن نلقي الضوء معكم عليها إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. فضيلة الشيخ، ماذا تظن أنه قد حدث في هذه الغزوة بالذات؟ كان المسلمون أكثر عدد في الغزوات السابقة، أي أنهم لم يخرجوا بمثل هذا العدد، ومع ذلك كادت الهزيمة تحدث في البداية، ونحن الآن أكثر من 1.5 مليار، ولكن وضع المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا. ماذا تقول فضيلتكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، غزوة حنين لها في القلب حنين. نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الغزوة باسمها في كتاب الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وكونها تخص بالذكر في كتاب الله عز وجل، ما هذا إلا لاشتمالها على أصول عظيمة وفوائد وعبر كثيرة. ونحرص إن شاء الله تعالى في هذا الوقت القصير أن نعرف هذه الفوائد، خاصة أنها هي أصول في النصر والتمكين. فتح الله عليكم إن شاء الله. هذه الغزوة تسمى غزوة حنين نسبة إلى الوادي الذي جرت فيه المعركة. هذا المكان بين مكة والطائف، يبعد حوالي 27 كيلو من مكة في ناحية أو في جهة عرفات. وتسمى أيضا غزوة هوازن نسبة إلى القبيلة التي قام زعيمها ورئيسها مالك بن عوف بهذه المعركة. هذه الغزوة كانت بعد فتح مكة مباشرة بحوالي 15 يوما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدأ باله حتى يتم الفتوحات صلى الله عليه وسلم. لم تكن المبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما مالك بن عوف رئيس وسيد هوازن لم يعجبه ذلك الفتح، وخشي على مكانته. إذا كان المسلمون قد قدموا من مدينة إلى مكة، فإذا القدوم إلى هوازن وهي لا تبعد عن 60-70 كيلو منهم مسألة قريبة. ومعلوم أن من لا عقيدة له صحيحة، هذه مآربه، هذه مقاصده: السيادة والرئاسة والمنصب ونحو ذلك. ولكن هناك فائدة مهمة جدا، أن يكون الغزو بعدها ب15 ليلة. تعرف منها الجهد الكبير الذي كان يبذله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يعد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ويعد السرايا والبعوث ويقسمها على 23 سنة دعوة، يجد أنه لا يكاد يخلو شهر من السنة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه غزوة أو سرية أو بعث، خاصة في العهد المدني.
نعم، وما بدأ القتال وما أذن به إلا في العهد المدني، يعني في 10 سنوات تقسم عليها هذه الغزوات، فتجد أن تقريبا كل شهر في غزوة أو سرية أو بعث. نعم ما شاء الله. كما أورد البخاري رحمه الله معلقا عن ابن عمر ووصله الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. فالعزة، كل العزة للإسلام وأهله في العمل لهذا الدين. نعم. في الجهد، يسمى جهاد من الجهد. ولهذا ففي حديث عبد الله بن عمر أيضا والحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا. نعم. إذا تبايعتم بالعينة، نعم، ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، نعم، سلط الله عليكم ذلا لم ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. سبحان الله. وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. كل المسلمين تقريبا إلا من رحم الله عز وجل منشغل بالدنيا، في زرع أو في ضرع، كل منشغل في تحصيل شهادة أو سواها. لا نقول أن تعمير الدنيا ليس مسؤولية الإسلام وأهله، نعم، فإن الإسلام حث على العلم وحث على عمارة الدنيا بالخيرات كلها. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ولكن المشكلة الكبيرة أن ينشغل الناس بهذه الدنيا التي هي فرع عن الأصل الذي خلقوا لأجله، هذه الدعوة وهذا الدين وهذه الرسالة. حتى لا نخرج بعيدا عن الموضوع، لكن هذه إشارة سريعة إلى حياة هذا الجيل الذي ساد الدنيا، كان في حياتهم وفي جهدهم أو في داخلهم العمل لهذا الدين. غزوة حنين بعد أن حصل هذا الفتح المبين، فتح مكة الذي استبشر به أهل السماء ودخل بعده الناس في دين الله أفواجا، الحمد لله، مالك بن عوف بدأ يجمع قبيلته هوازن، ومعها ثقيف، ومعها نصر وجشم وبني هلال وغيرهم من القبائل. وهذه عادة الكافرين في كل زمان، التحزب والاجتماع على الإسلام وأهله، تأليب بعضهم البعض. نعم. نعم. وهذا ملحوظ في كل عصر، فالكفر كله ملة واحدة ويتعاون أهله لغاية واحدة، وهو حرب الإسلام وحرب أهل الإسلام. فقامت هذه القبائل برئاسة سيد هوازن مالك بن عوف، وخرجوا في 20,000 مقاتل، عدد كبير. نعم. وأمر مالك بن عوف كل أحد أن يخرج بنسائه وأولاده، بل والأنعام والدواب. ده أمر غريب، يعني ليس عادة العرب أن يفعلوا ذلك، هل وراء ذلك مغزى؟ نعم، كانوا يرون أن الرجل إذا خرج بأهله وما معه من أموال، وهذا هو الذي يعيشون لأجله كما قلت لك، لا عقيدة عندهم، فإنه لا يستطيع الفرار أبدا. فإذا اشتدت المعركة أهرب وأسيب أولادي وأسيب زوجتي وأسيب أموالي، أهرب إلى لا شيء، فيكون هذا سببا للتحمس في القتال والاستمرار فيه وعدم الفرار. وهل عرضه أحد شيخنا، يعني أحد من الناس هل عرضه في هذا الرأي؟ يعني نعم، سأذكره تباعا. نعم. في الحديث إن شاء الله تعالى. نعم، فتح الله عليك. خرج بهذا الكلام، وهذا يظهر النية التي خرجوا لأجلها. نعم. هي للدنيا. وكان ممن خرج معه دريد بن الصمة. نعم. لعل سؤالك عنه. نعم. فدريد بن الصمة رجل شيخ كبير، أعمى، ضعيف السمع، ضعيف البنية، لا يشارك في الحرب، ولكن أخذوه لخبرته وحنكته الحربية في القتال وفي الغزو، لم يتركوا أحدا، استعانوا بالجميع حتى من ليس له قدرة. نعم. على الحرب. نعم. فهو أعمى كما قلت لك، فيقول: أسمع يعار الشاه وبكاء الصبي ورغاء البعير. فأخبروه بالخبر، يعني أصوات البعير المختلفة. أيوة، يعني أصوات. نعم. الشاه وأصوات. نعم. الجمل وأصوات الـ الأطفال الذين يبكون، ما خرج بالجميع. نعم. خرجوا عن بكرة أبيهم. فسأل، فاستدعوا له مالك بن عوف فسأله، فقال: حتى لا يفر المنهزم. قال له: راعي غنم والله. يعني انت راعي، انت مش مجاهد. يعني يقصد الانتقاص منه بهذه الكلمة. طبعا طبعا. نعم. يقلل من قدره. وقال له: انه لا ينفعك اذا كانت الحرب لك الا رجل بسيفه ورمحه، وهل يرد المنهزم شيء؟
وأما إن لم تكن لك وكانت عليك فتفضح في أهلك ومالك، هيأخذ أهلك ويأخذ مالك ويأخذ متاعك وأغراضك، وتفضح وتقتل أو تسبى أمامهم. وهذا ما حدث وهذا ما كان. نعم. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وسنرى ذلك فيما بعد إن شاء الله. لم يأخذ برأيه وقال له إنك قد كبرت سنك وكبر عقلك، يعني أنت بتخرف، ولم يكن يحب أن يكون لأحد رأي غيره حتى تبقى له الرئاسة من بعد. نفس العجرفة والغطرسة الموجودة عند من يظنون أن بهم قوة. وترك الشورى دائما لا يؤدي إلى الهلكة. نعم سبحان الله. وحب الدنيا هي سبيل أهل الجاهلية. نعم. والحرص على المنصب طريقة جاهلية قديمة، هي طريقة مالك بن عوف وفي جاهليته، فقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. خرج الجيش طبعا، لما قال هذا الكلام خشي أن يتأثر أحد بهذا الكلام، فقال لقومه إن لم تطيعوني اتكأت على سيفي حتى يخرج من ظهري. نعم. يعني سأقتل نفسي. نعم. هذه مسبة عندهم عار. فقالوا أطعناك أطعناك سادتنا وكبراءنا، ولا يستطيع أن يخالفوا سادتهم وكبراءهم كلا يكون عارا وشنارا عليهم. طبعا. واستمروا ودخلوا في الحرب. من الجهة الأخرى أو على الجناح الآخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف المسلمين سمع بما أعد مالك بن عوف، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد العدة عليه الصلاة والسلام، وكان معه 12 مقاتل. نعم. 10,000 اللي فتحوا مكة. نعم. وألفان من مسلمة الفتح. نعم. يعني استجابة سريعة، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. ولعل هذا جاء في بعض حلقات البرنامج من قبل فتح مكة. نعم. أظن في حلقات سابقة. فالطلقاء 2,000 اللي هو مسلمة الفتح مع 10,000 12 مقاتل. وهل شيخنا يمكن التفرقة بينها؟ هل يعني التفرقة بين هؤلاء الطلقاء وبين الذين فتحوا مكة؟ هل كانوا على نفس الدرجة من الإيمان ونفس الدرجة من الاستعداد النفسي للحرب والجهاد وما يعني يتأثر على ذلك من الناس؟ لا بالطبع لا. نعم. ما تعرض له المهاجرون والأنصار في سابق عهدهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الرجال. نعم. اما هؤلاء فوجدوا ان الموجود الان الاسلام، خلاص المسلمون هم اللي هم السياده، نحن مسلمون تحت ظروف معينه دخلوا في الاسلام. يعني هناك فارق بين هؤلاء وهؤلاء. طبعا. نعم. طبعا في الايمان الذي في القلوب الذي به يحصل النصر طبعا. فتح الله عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج واعد للامر عدته وجعل عتاب بن أسيد على مكة، وكان عمر عتاب في ذلك الوقت 20 سنة. سبحان الله. 20 سنة. وهذه نصيحة لكل الشباب الآن، الشاب عندنا 20 سنة ده يعني لسه صغير. الله أكبر. ده لسه في أولى كلية ولا في تانية جامعة. نعم. البنت عندنا ده لسه بنت صغيرة، كنت تتكلم في الحجاب أو تتكلم في شيء لك ده لسه صغيرة، لسه صغيرة، وتبص للصغيرة ديت تلاقيها طالبة جامعية. سبحان الله. 20 سنة ويمسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على مكة. ولن يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان أهلا لهذا الأمر. نعم. نعم. طبعا طبعا. سبحان الله. وكانوا رجالا. يعني كأن حضرتك تود توجيه رسالة لشبابنا، شباب الأمة الإسلامية، كان في 20 من عمره واستخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مكة، فماذا أنتم فاعلون أيها الشباب؟ تفضل فضيلة. ده مش أول حالة في في صفوف المسلمين. يعني أسامة بن زيد رحمه الله رضي الله عنه. نعم. يقود جيوش الى الروم وهو عنده 18 عاما. نعم. وفي بعض الروايات 16 عاما. سبحان الله. والارقم من باب الارقم، كان كذا عمره 13 سنة صغير. وكان يجتمع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده لقراءة القران. نعم. وعبد الله بن عباس وغيرهم ومن بعدهم. نعم. لعد بعض الناس يقول هذا عصر الصحابه، هذا الجيل المختار. سبحان الشافعي الله. رحمه الله. نعم. يقوم. نعم. في منصب الفتوى في زمانه. نعم. وله مكانته. نعم. وهو عنده 18 عاما. الله اكبر. 18 عاما. ففعلا احنا اعمارنا ضاعت يا شباب، اعمارنا ضاعت. احنا بنقضي بعد 24 سنة جامعة سنوات طويلة ونقول لسه بيعد يهيئ لشيء. عتاب بن أسيد 20 سنة ويوليه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة الى ان يرجع من غزوة حنين او غزوة الطائف. من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وفيه عبرة وعظة، انه ذهب الى صفوان بن أمية وقال له يا أبا أمية أعرنا السلاح نقاتل به عدونا غدا. سبحان الله. فقال، وكان صفوان بن أمية كافرا، كان مشركا. نعم. سبحان الله. فقال له أغصبا يا محمد؟ نعم. قال بل عارية،
بل عارية مضمونة نردها إليك. عارية يعني زي قرض أو استعارة. بيقول له تأخذها غصبا عني. نعم. قال له لا، عارية عندي استعارة ونردها إليك. سبحان الله. بل عارية مضمونة. منتصر ولكن يتعامل مع الناس بالحسنى. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه الصلاة والسلام. بل عارية مضمونة نردها إليك. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فقدوا بعض الأدرع اللي أخذوها من صفوان بن أمية. وقال نضمنها لك. نضمنها لك. جاءه بعد الغزو وقال نضمنها لك، يعني هنجيب لك الأدرع اللي فقدت. فقال له يا رسول الله إني في الإسلام أرغب. ما شاء الله. أنا مش عايزها. ما شاء الله. أنا دخلت في الإسلام. يعني لعلها دعوة بغير حرب ولا بغير سيف. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه سلوك وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصحابة مدعاة للإسلام، وهذا ما نفتقده الآن. فالكلمات كثيرة والعبر كثيرة، ولكن أين المتأسي؟ أين المعتبر؟ فهل من مدكر؟ رب العزة في القرآن يقول فهل من مدكر؟ فين المتذكر لهذه الآيات والعبر يعمل بها؟ فنسأل الله العون. نعم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونا، كان منهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فأمره أن يدخل في صفوف هوازن ويستخبر له الأمر ويرى الخبر ويأتي به. وقد كان وعبد الله بن حضر الإسلامي ليست هذه أول مواقفه، رضي الله عنه، فله في ثرية الغابة موقف، له مواقف رضي الله عنه، رضي الله عنه. فكان من الشجاعة بمكان تهيأ أن يذهب شاب في وسط صفوف العدو وهو يتأهل لغزو المسلمين. نعم. هذه الشجاعة طبعا لا مثيل لها ولا نظير. ربما فضلت الشيخ يعني عظم ما فعله يتضح إذا عرفنا أن هوازن فعلت المثل وأرسلت رجلا لكي يتجسس، فقال له سلمة بن الأكوع. أيوة نعم. فكان عبد الله بن حضرة هذا معرضا لنفس النتيجة. نعم. المسلم عنده كياسة وفطنة ما شاء الله، مع قوة الإيمان الذي في قلبه واستعانته بالله عز وجل، فيوفقه الله ويسدده. الله المستعان. هذا كله لأهل الغزو من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا معنى التوكل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه والله يعصمك من الناس. من الناس. نعم. هذه العصمة من الله عز وجل لا تعني أبدا أن يترك الأخذ بالأسباب. اتخذ عيونا للعدو، عمل سلاحا واستعاره من المشك، أعد للغزوة عدتها، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالعصمة وعصمة الله له لا تعني أبدا أن يترك الأسباب، كما أن الله سبحانه وتعالى أعمه وأخبره وأوحى إليه أنه يبدع وسيعيش حتى يبلغ الرسالة، ورغم كان كل ويشرب صلى الله عليه وسلم. الأخذ أسبابي هو جزء من هذا التوكل، لكن لم يكن إليه عبد وليكن اعتماده وتوكله بقلبه على الله سبحانه وتعالى. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق كانت مواقف هي العبرة. حصل أربع مواقف جدا بالذكر. ألما ذكر أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا في غزوة حنين مع رسول صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد جاهية، يعني إسلامه قريب، استخل في الإسلام في فتح مكة من 15 يوم. نعم. لسه ماله 15 يوم. وكنا حديث عهد جاهية قال فمررنا بشجرة خضراء عظيمة كان المشركون في الجاهلية يضعون على أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها. لا إله إلا الله. فلما رأى المسلم ذلك قالوا يا رسول الله اجعل لها، هذه الشجرة كانت تسمى ذات أنواط. نعم. كانت تسمى أنواط. فقالوا اجعل لنا شجرة أو سدرة أو اجعل لها ذات أنواط. يا سبحان الله. بشجرة كبيرة شبيهة بشجرة ذات أنواط. نعم. لأنه ينوطون بها يعني يعلقون بها الأسلحة. نعم. قالوا اجعل لنا ذات أنواط عن صورة من صور الجاهلية تزال موجودة حتى الآن، لاستعانة بالجار أو بالأشجار أو بالأضحى، لاستعانة بأي شيء سوى الله، تعلق القلب بغيره عز وجل سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة قال الله أكبر الله أكبر، أنتم والذي نفس محمد بيده، ما قال قوم موسى لموسى علنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم كنت تجهلون. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. الموقف يستدعي غضب الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب إلا ينتهي حد من حدود الله عز وجل. نعم. إذن الأطير طبعا. نعم. جد خطير. نعم. صلى الله عليه وسلم ما يغضب هكذا لأي شيء. نعم.
الرجل طول في السجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب. نعم. دعوه يزرموه. نعم. مسألة لها علاج. نعم. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع صوته ويشبه حالهم، هذه نقطة مهمة جدا، بحال قوم موسى. قوم موسى قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولو منكم قوم تجهلون. إذا من اتخذ صنما أو حجرا أو شجرة أو ضريحا يستعين به كما يستعين المؤمن خالص الإيمان بالله عز وجل، فعلم بهذا أن هذا شرك. نعم. هذا اتخذ إلها من غير الله عز وجل. نعم. وفي واقعنا المعاصر شيخنا، يعني من نسأل مثل هذا الآن؟ صور كثيرة. نعم. ربما كثير. يعني الإحصائيات تقول أكثر من 90% من المسلمين الآن يتعلقون بالأولياء والأضرحة والأشجار. أنا فوجئت أن في بعض البلدان عندنا هناك شجرة إلى الآن المرأة التي لا تلد يقول لها اذهبي وتحك ظهرها بهذه الشجرة لكي تلد. سبحان الله. يعني تبرك بهذه الشجرة. إلى الآن تذبح الذبائح عند الأضرحة وعند القبور. نعم. وتذبح عبادة. نعم. فصل لربك وانحر، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فكذا النحر والذبح لا يكون إلا لله. نعم. كان لا يزال القوم في جاهلية. نعم. كان في صفوف المسلمين. نعم. من فيهم هذه الجاهلية لم يذقوا بعد حلاوة الإيمان. نعم. ومن يفعل مثل هذا الفعل الآن ربما يكون فيه جاهلية أيضا. هذا كثير. نعم. هذا كثير. نعم. الموقف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر هو في الطريق. نعم. طبعا الطريق يأخذ وقت، ليس نعم. كعندنا الآن بسيارة. نعم. يأخذ وقت وفيه عناء ومشقة وسفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بعد أن صلى الظهر بأصحابه جاء رجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن ومن معها خرجوا عن بكرة أبيهم بضعنهم وأنعامهم ودوابهم. الضعن يعني النساء اللي يركبون الدابة الهوج. نعم. تسمى ضعينة. نعم. خرجوا عن بكرة أبيهم بضعنهم نسائهم وأولادهم وأموالهم. الأموال مش معها النقود، لا، الأموال معناها الدواب والذهب والعبيد، الكل خرجوا عن بكرة أبيهم. ومعنى عن بكرة أبيهم يعني الكل الجميع. نعم. لم يتركوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. بشرى عظيمة. بشرى طبعا. من الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمة لا تكون إلا بوحي. نعم. وإن كان اجتهاد فقد قال إن شاء الله على قاب المشيئة. وفيها وقفة مهمة جدا لكل قائد، لا بد من رفع الروح المعنوية للجنود، وهذه الروح المعنوية الآن الأعداء دان استطاعوا أن يهبطوا. يعني حرب ثقافية معلن المسلمين الآن إن قواهم ضعيفة لا يستطيعوا النصر، إن الشعوب المتخلفة الشعوب المتأخرة. نعم. عالم الثالث أحد أن يقف أمامها على جانب الأرقوة عظمى. بالضبط. نعم. وهذا الكلام إذا نظروا إلى القوى المادية فنعم. نعم. ولكن إذا نظروا إلى الواقع الذي حصل في صفوف المسلمين من قبل وهم على نحو ذلك الحال بالنسبة إلى أعدائهم كان الأمر خلاف ذلك. الآن تشرئبوا أعناق المسلمين في السفر إلى بلاد الكفر والنظر إلى حارتهم ونحو ذلك، هذا كله يحبط ويثبط هذه الروح المعنوية عن المسلمين. نسوا أنهم حزب الله المنتصر، نسوا أنهم جند الله الذين يؤيدهم ويكونوا معهم، ولا غالب لهم لو كانوا كذلك إن شاء الله. وكانوا لو حققوا ذلك معاني الإيمان والاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف ثالث، وهم في الطريق جن عليهم الليل فقال من يحرسنا الليلة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، قال أنا يا رسول الله، فقال اسلك هذا الشعب، الشعب معناها الطريق اللي في الجبل، حتى إذا بلغت أعلى الجبل فلا نغرن من قبلك، لا نغرن يعني لا يغار علينا العدو يأتينا على حين غرة، لا يأتينا فجأة، لا تأتي الغارة من ناحيتك، لا نغرن من قبلك، من قبلك يعني من ناحيتك.
يعني تبقى ساهرا لا تنام، أول ما تلمح العدو تخبر المسلمين، ليل وسينام الجند. لكن نقف هنا شيخنا وقفة، سبحان الله بالمبادرة. الآن إذا انتدب أحد من المسلمين لفعل شيء لخدمة الدين، ربما يعني يلوي وجهه الناحية الأخرى، أو يعني لا نجد هذه المبادرة. هؤلاء قوم كانوا يحبون الموت كما نحب نحن الحياة. سبحان الله. هؤلاء قوم كانوا يحبون الموت كما نحب نحن الحياة، لأنهم كانوا يرون في الموت الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، يعني الجنة. كانوا غير نحن خالص، حياة الخلود. لا أريد أن أقول كانوا غيرنا إحنا خالص عشان ما نحبطش الهمم. لا شك أن بداخلنا إن شاء الله تعالى من الإيمان ما لعل أن يكون لنا فيهم أسوة، فنكون مثله أو نقترب من فعلهم حتى يحصل لنا ما حصل له من النصر. نتمنى كده إن شاء الله. فصعد إلى الجبل وحرس المسلمين، فقبل الفجر قام المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أحسستم فارسكم الليلة؟ قالوا: لا يا رسول الله. فثوب للصلاة، يعني أقيمت للصلاة، وصلوا الصبح. بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أبشروا فقد جاء فارسكم. سبحان الله. وجاء رجل أخبى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركت مكانك الليلة؟ قال: لا يا رسول الله. هل تركت مكانك الليلة؟ قال: لا يا رسول الله. فقال له: قد أوجبت فما عليك ألا تعمل. قد أوجبت يعني وجبت لك الجنة. الله أكبر. فلا عليك ألا تعمل، دي شبيهة بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لأهل قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، غفرت لكم. نعم. في الحديث القدسي: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال له: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل. الموقف الرابع اللي غاية في الأهمية، المسلمون نظروا حولهم إلى هذه الصفوف والعدد الكبير، كما ذكرت أنت الآن ما في غزوة من قبل خرجوا بهذا العدد. نعم. إحنا غزونا في بدر وكان عددنا 300، غزونا في أحد وكان عددنا 1000، إحنا اليوم 12,000، لن نغلب اليوم من قلة. وهو ده بيت القصيد، هو ده الموضوع، ده مفهوم. نعم. عند كثير من المسلمين في ذلك الوقت، لن نغلب اليوم من قلة، مش ممكن نتغلب اليوم لأن عددنا كثير. يعني كأنهم بيقصدوا ان احنا قبل كده كان قلة او كان عددنا قليل وكنا بنكسب، فما بالك النهاردة احنا عددنا كبير، هنكسب يعني. نعم. وهذا المفهوم لو ابتلي به جيش يقاتل في سبيل الله فهذا طعن في توكله. سبحان الله. والتوكل على الله عز وجل في غزوات المسلمين هو السبب الأعظم للنصر. نعم. نريد أن نربط بين إحدى هذه القصص أو قصتين من هذه القصص، قول بعض الصحابة لحديث عهد بجاهلية: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الجاهلية اللي كانت في قلوب البعض. نعم. ثم ننظر إلى هذا الموقف الثاني من كثير منهم: لن نغلب اليوم عن قلة. دخلوا بهذه المفاهيم، هذه المفاهيم القلبية. الاعتقاد هنا فيه اهتزاز، الاعتقاد هنا ليس الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون في جند المسلمين. وصل مالك بن عوف زعيم المشركين ومن معه إلى وادي حنين قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صلى الله عليه وسلم. فاتخذوا الأماكن والأوضاع، مضايق الوادي وأحنائه، زي ما بيقول استولوا على المواقع الرئيسية المهمة. الوادي ده مكان في الجبل، الوادي ده يبقى بين جبلين، فعشان تدخل الوادي يبقى في مضايق للجبل، تدخل من أي مكان في مضايق. فوقفوا عند المضايق واختبأوا، جاءوا اتخذوا أحسن الأماكن. نعم. نعم. دخل المسلمون في عماية الصبح، يعني في ظلمة الليل، كان لسه الدنيا فجر ومصلين الفجر وكانوا يصلون بليل خاصة في هذه الغزوات. فدخل المسلمون في عماية الصبح في هذا الوادي، فرشقهم هوازن ومن معهم بالسهام، ففر المسلمون. موقف صعب جدا. المسلمون فروا، طبعا فيهم مسلمة الفتح، وإذا فر أقوام تخيل 2000 يفروا خلفهم آلاف. نعم. فتفر أمامهم. نعم. سبحان الله. ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحبيب يثبت. نعم. في هذه المواقف ثبت في وادي حنين ومعه
قال النووي 12 رجلا، ولكن الصحيح كما جاء في مسند أحمد وعند الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال كنا 80 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن 80 أمام 20,000 يعني برضو العدد قليل. لا 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 يعني نعم. عدد لا يذكر. نعم. لا ده أنت تقيس كمان النسبة 80 بالنسبة ل 12,000 يعني اللي بقي لا يتعدى ما وصلش 1%. نعم. يعني دون 1% من الجيش يثبت. سبحان الله. مبنى. دون 1%. نعم. يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت مكانه. سبحان الله. إيه الحل؟ احنا نريد ان نضع انفسنا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قادة المسلمين يضعوا انفسهم مكان النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فر الجيش وما بقي الا دون 1% من الجيش. القائد الذي في قلبه لا اله الا الله وخرج في نصرة الدين يثبت. وثباته ثبات لمن حوله. نعم، نعرف هذا موقف فضيلة الشيخ بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. حضرتك عندك سؤال لفضيله الشيخ؟ بعد اذن حضرتك بتكلم عشان يعني بالنسبه للعمره. نعم. الو. ايوه يعني فضل. مثلا تحيه السور تحيه المسجد بالنسبه للمسجد الحرام، هل الطواف حوالين الكعبه ولا ركعتين؟ نعم، هو يعني لعل الموضوع غير الموضوع اللي بنتكلم فيه، لكن ان شاء الله فضيله الشيخ يجيبك ان شاء الله. جزاك الله خير. ان شاء الله تعالى نجيب حضرتك بعد الانتهاء من سرد القصه عشان ما نقطعش على المشاهدين. جزاك الله خير. اتفضل يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت. نعم، نقول الموقف صعب الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم معه حوالي 80 رجلا فقط، والأمر يحتاج إلى رجل من طراز خاص. السؤال من هم 80؟ نعم، من المهاجرين الأول والأنصار. رجل بألف. أبو بكر رضي الله عنه. رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. علي رضي الله عنه. أسامة بن زيد رضي الله عنه. رضي الله عنه. أيمن بن أم أيمن رضي الله عنه. المهاجرين والأنصار الأوائل. وكان أيضا هناك أبو سفيان، وكان حديث عهد وأمسك ببطن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أمره أن ينادي في الناس. نعم. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه من المهاجرين والأنصار. هذا الموقف هو مربط الفرس. نعم. هذا الموقف هو الذي حكاه القرآن. قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حين إذ أعجبتكم فلم تغن عنكم شيئا وقفت عليكم الأرض ذهبت ثم هم مدبرين ثم أنزل الله سكينته عليه وعلى المؤمنين وأنزل لم تروها عذاب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين يوم حنين إذ أعجبتكم رم فلم تغن عنكم شيئا. يا إخوة الكثرة والقلة ليس قياسا للنصر. المسلمون في بدر كان عن 313 رجل لم يخرجوا لغزو، إنما خرجوا لمقابلة عير قريش، وقابلوا جيشا عرمرم خرجوا مستعدا للقتال عدته أكثر من ألف ويقاتلوا وكان قليلا غلب فئة بإذن الله. نعم. والمسلمين دخلوا يوم فتح مكة، منهم من لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مطهر حتى مست لحيته عنق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا لابد أن يأخذ مثل هذا الدرس هؤلاء مسلمة الفتح الذي لفت ظروف معينة ومعين تحت ضغط معين. الإسلام هو لله السيادة، الإسلام هو الأعلى، المسلمين شوكة. فدخل مكة في الإسلام، وأنا أقول غاية في الأهمية، من دخل تحت ضغط معين
فإنه يخشى ضغط آخر. صفحة مهمة يا شيخنا، لو مزيد إيضاح الله يبارك. دخلوا تحت ضغط السيادة، تحت ضغط غزوة حنين، نعم، ومهاجمة المشركين لم، نعم، يثبتوا، نعم، بل ظهروا، والشدائد تظهر ذلك، وهذا من فوائد الشدائد التي يتعرض لها المسلمين، أنها تظهر المنافقين وضعيفين. نعم. المنافقون في ذلك لا بطل السحر اليوم. الله. محمد كان سحرنا. صلى الله عليه وسلم. استمر سحر هذه السنوات الطويلة. إن الله لا يرجعون. لن تنتهي هزيمته دون البحر. يعني وصلوا جدة، يعني حوالي 900 كيلو، لكن هيتبعوهم إلى أن يغرق. نعم. لا تنتهي هزيمة البحر. لا بطل السحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تلك غنيمة المستقبل إن شاء الله مثل هذه الكلمات، وهم يشككون. نعرف مزيدا من ذلك شيخنا بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم الشربيني. أهلا وسهلا. إن شاء الله معانا، تفضل، منورنا النهارده. أهلا، الله يبارك فيك. كنت عايز أقول لحضرتك، أسأل حضرتك سؤال بالنسبة للشباب، يعني إيه اللي نقدر نستفيد منه من الدروس المستفادة من غزوة حنين؟ يعني غزوة حنين نقدر نستفيد منها ايه كشباب؟ يعني هذا السؤال سابق لأوانه وهنجيب عليه في آخر الحلقة إن شاء الله، وفضلت الشيخ برضو يعني بيعطينا بعض الإجابات. وإحنا معنا الآن بعض إن شاء الله. إن شاء الله معنا بعض الفوائد، تابع معنا إن شاء الله، نذكرها الآن وذكرنا بعضها. من ذلك أو من تلك الفوائد أن الكثرة ليست هي المعتبر في النصر. نعم. لا كثرة العدو ولا كثرة المسلمين. نعم. حلل النصر لا يمن الله عز وجل بها إلا على أهل الانكسار. يعني إيه الكلام دوت؟ المسلمون في بدر كان عندهم انكسار وذلة لقلة العدد، نعم، وخرجوا ولمقابلة العير، يعني عندهم خوف من ذلك، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. سبحان الله. كذا يصفهم الله عز وجل. نعم. في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، يحيط المشركون، اجتمعوا أيضا في غزوة الخندق حول المدينة، والمسلمون مستضعفون، لا يأمن أحدهم على بولته، يعني يخشى إن خرج يقضي حاجته أن يضرب بسيف أو بسهم. نعم. فهذا الانكسار يورث توكلا. نعم. فعلا يتحقق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله سبحانه وتعالى. الطالب اللي رايح لجنة الامتحان يقول أنا مذاكر، أنا كده 10/10، أنا كده مش هغلط، بينسى سؤال. نعم. وبيغلط في سؤال يحدث. نعم. الطالب اللي بيبقى ملحقش يراجع جزء من هذا الامتحان او مذاكرته يبقى يقول يا رب يا رب يا رب ووفق ويوفق. لا اقصد بذلك ان الطالب يتكاسل او يترك جزءا من منهجه، لكن ياخذ أبد الاسباب كلها، انما اقصد الجزئية الاخرى وهي توكله على الله سبحانه وتعالى. نستاذن فضيلتك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك ابراهيم عبد الكاشف. اهلا وسهلا. اتفضل. بعد اذن حضرتك استفسار بسيط كده جدا، يعني اتفضل. دلوقتي انا حضرتك يعني بقالي فتره دلوقتي من الزمن كل يوم بالليل، طبعا انا ليا ورد معين بقراه في ساعه النوم ما شاء الله، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، بستغفر ربنا وبنام، قبل ما بنام بصلي على رسول الله 50 حوالي 50 مرة. نعم. فجالي يعني سبحان الله يعني عبارة يعني مش قادر اتكلم ان هو رسول الله بالفعل. يعني رأيت في المنام كأنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأني رأيت رسول الله فعلا. نعم. وكلمني بالفعل. نعم نعم. طب. وبعد ما كلمني يعني تاني مرة ماشي جات لي حورية من حوريات الجنة. ما شاء الله. وقالت لي ان انا فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. طب اذا دي وبتقال اللي قالت لي انا فاطمه بنت النبي كذا مره ماشي اتكررت كتير. ما شاء الله. يعني حضرتك عاوز تسال ايه ماذا يعني الرد؟ يعني اذا اين السؤال ان شاء الله؟ يا ريت. ما هو هل ده من اثر الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم.
إذن نعم علمنا السؤال الآن، وإن شاء الله فضيلة الشيخ يجيبك عليه، جزاكم الله خيرا، نكمل فضيلة الشيخ إن شاء الله. طيب هو الشيخ سالم مش كان قبلنا بفصر الله المستعان، هو وجه حضرتك المشوش يعني إن شاء الله يخلي الناس يسأل إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وفي أهلكم يا رب ونفع الله بكم. نعود إلى غزوة حنين. نعم. فأقول إن الكثرة والقلة ليست هي المعتبر في النصر. ثانيا نريد أن نعرف أسباب انهزام المسلمين في أول المعركة. نعم. وجود في صفوف المسلمين ضعيف الإيمان. نعم. واللي اعتقادهم غير صحيح، ولعل ذلك هو سبب هزيمة المسلمين الآن. نعم. المسلمون نعم. الآن في حال يعني في حاجة إلى الإسلام. نعم. المسلمون في حاجة إلى إسلام، نسأل الله العافية، تصحيح هذا المفاهيم الشرعية ده العقائدية، أصول الدين، هذا في أصول ديننا. نعم. هذا في أصل الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الكثرة إنما يتباهى بها المشركون، نحن أكثر أموالا وأولادا. نعم. الكثرة فقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نعم. وهكذا قارون يفتخر بالكثرة. نعم. فلو فكر المسلمون في يوم من الأيام أن الكثرة يحصل بها النصر، فهذا أول أبواب الهزيمة، نسأل الله العافية، أول أبواب الهزيمة. صاحب الكثرة والقلة هو الله سبحانه وتعالى، فنلجأ إلى الله قبل أن نلجأ إلى الأسباب. القلة المؤمنة الصابرة خير من غثاء السيل، ما شاء الله، غثاء كغثاء السيل، في قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، كأقوام قاموا يريدون الموت، لا شك شتان بينهم. نعم. بدأت النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف بقى الحل ايه، كنت سألت حضرتك ايه موقفنا بقى وموقف قادة المسلمين لو كانوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اولا ثبات القائد. نعم. فيثبت في مكانه. ثانيا الاستعانة بالملك. الاستعانة بالملك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فكان اذا حزبه امر صلى الله عليه وسلم فزع الى الصلاة. فزع الى الصلاة. نعم. فزع. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة حتى في الغزو. نعم. تصلي وأنت مواجه للعدو، وشرع لنا الدعاء. نعم. اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم إن تشأ أن تهزم هذه الفئة فلا تعبد، اللهم نعم. نصرك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، توجه إلى ربه بالدعاء، إلى رب الأسباب، وأخذ هو بالأسباب. نعم. فثبت مكانه. إن شاء الله. ثم نادى في الناس وأمر العباس أن ينادي في الناس. نعم. لماذا العباس؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صيطا مثلا أو صوته. نعم. كان صوته جوريا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا عباد الله أنا رسول الله، يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وفي أثر عن عند البيهقي قال أنا ابن العواتك، يعني الكبار السن اللي في قريش. نعم. أنا ابن العواتك، وأمر أن ينادي العباس يا أصحاب السمرة، أصحاب الشجرة والبيعة. نعم. يا أصحاب السمرة، يذكرهم بمواقفهم صلح الحديبية، يا معشر صلح الحديبية. نعم. يا أصحاب السمرة، يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. معذرة شيخنا، يبدو أن الناس يعني مستبشرة بوجه حضرتك خيرا، فمعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طب قطع الاتصال. نعم. تفضل فضيلة الشيخ. فما إن نادى العباس. نعم. إلا وجاء الناس من كل حدب وصوب يقبلون على الصوت. نعم. ومن لا يطاوعه، لا تطاوعه فرسه أو دبته. نعم. يتركها ويأتي راجلا. الله أكبر. والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمي الوطيس، يعني بدأت الحرب وبدأت السيوف يظهر صوتها، يعني بدأت المعركة حقيقة، مع بقى بتاعت الحرب، مع الحرب. الآن حمي الوطيس، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وقذفها في وجوه القوم، ويقول شاهت الوجوه، موقف شبيه بما فعله صلى الله عليه وسلم من قبل، ويبلغها الله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما قيل في غزوة بدر، حصل مثله في غزوة حنين. وأيده الله عز وجل بجنود من عنده، لم يرها، سبحان الله، لم يرها الناس، ملائكة رآها المشركون، وكان لا يراها إلا المشركون، سبحان الله. في يعني معذرة للمقاطعة، لكن سبحان الله، يعني إذا تركنا الأسباب أو يعني اعتمدنا على أن الله عز وجل هو وحده مالك الأسباب، حتى لو تقاعصنا عن الأسباب أو لم نقدر، لذلك الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، لم نكلف بإعداد معين، بل ما استطعنا ويأتي النصر من عند الله، إن لم يكن على أيدينا فعلى أيدي ملائكة، أليس كذلك؟ آية مهمة جدا
لابد أن نذكرها في الإجابة على سؤال حضرتك. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما شاء الله. الآية دي مهمة جدا، أو الجزء من الآية دوت مهم. نعم. جدا في سورة الطلاق. نعم. رب عز قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما آتاها. نعم. اللي يعد ما استطاع من قوة بما آتاه الله عز وجل. نعم. متوكلا عليه يأتيه النصر. بزل الوسع، يعني فعل ما يستطيع. أيوة. نعم. جزاكم الله خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: سبق درهم مئة ألف درهم. ما شاء الله. سبق درهم مئة ألف درهم. كيف يعني؟ ويقول: كيف يا رسول الله؟ يقول: رجل له درهمان فتصدق بدرهم، ورجل ذو جدة، يعني ذو سعة، رجل غني صاحب مليارات. نعم. فتصدق بمئة ألف. سبحان الله. تصدق بمئة ألف. نعم. صاحب الدرهم يسبق صاحب المئة ألف، لأن صاحب الدرهم ما أنفقه يساوي 50% من ممتلكاته، نص ماله، نص رأس ماله. عشان كده دايما أقول لك قيس مقدارك. نعم. وحظك عند ربك. نعم. إيه هو ما تبذله على في البسط؟ نعم. حط ما تبذله على ما أعطاك الله. ما شاء الله، درس حساب مجاني هو للسادة المشاهدين. فلو أنك بذلت درهم وأنت تملك درهم، لو في جيبك 100 جنيه وهذه. نعم. التي تملكها وأخرجت 50، يبقى أنت أخرجت 50% من ممتلكاتك. بارك الله فيكم. نعم. لكن صاحب مليارات لا أنفق 100 ألف، ما أنفقش 1%. نعم. سبحان الله. نعم. فالله سبحانه وتعالى يؤاخذنا بما آتانا، ونضع ولا يكلفنا بقسم. إلا بما آتانا. ما شاء الله. وهو ده اللي في وسعنا. نعم. فإذا كان المسلمون عندهم الآن سلاح. نعم. ليس كسلاح المشركين، سلاح من سنة 1900. نعم. من سنة 2000 هو معهم 2007. نعم. لكن هذا ما نملك. نعم. هذا ما نملك، وقد وجدنا في ساحة القتال. نعم. فنبذل ما أوتينا. نعم. وهذا ما أوتينا مع يقيننا أن الله سبحانه وتعالى ينصر ولو بحفنة تراب. ما شاء الله. وتتواتر القصص في هذا الوقت ان في بعض معارك بين مجاهدين وبين قوات كفر يلقي بطوبة او بحجر فيوقع طيارة، او ببندقية بدائية الصنع تسقط طائرة مثلا، وقد هذا الكلام قد لا يعجب كثير من العلمانيين. لكنه يحدث، وكثير من ضعيف الايمان. نعم. وكثير من يشبهون من قال الا بطر السحر اليوم، لكن هذا واقع. سبحان الله. وهذا الشعور الذي ينبغي ان ينتقل لكل قائد وكل مجاهد، ان الله معك. نعم. ان الله معك، ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب. نعم. معه الفئة التي لا تغلب، بيده قلوب أولئك، بيده القوة جميعا. نعم. فعاد لما قالوا: من أشد منا قوة؟ نعم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ نعم. فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى. فقوة الله عز وجل هي قوة الله. ما شاء الله. شيخنا القوي. لأن الوقت قارب على النفاذ، ونحن مستمتعين بصراحة بالحديث مع حضرتك، يعني نود إن شاء الله حضرتك تلخص لنا على ماذا انتهت هذه الغزوة وأهم الدروس المستفادة، ونستأذنكم في عجال. الله يحفظكم. بعد هذا الموقف والتف المسلمون وحمي الوطيس، كان هناك مواقف عظيمة للصحابة. من أهمها موقف علي بن أبي طالب، و وأظن أنه أبي طلحة هو أبو قتادة. نعم. علي بن أبي طالب وأبو قتادة كان رجل من المشركين يحمل راية سوداء على رمح. نعم. فكان إذا أقبل على الناس طعن. نعم. وإذا ولى الناس رفع الرمح عليه الراية السوداء فيلتف أو تلتف هوازن حوله من المشركين. نعم. فحمل عليه علي وضرب الجمل في عرقوبيه فسقط. نعم. الجمل وسقط الرجل. نعم. ووثب الأنصاري أبو قتادة رضي. نعم. الله عنه، فقتل الرجل. ما شاء الله، شجاعة منقطعة النصيب. موقف آخر لأم. نعم. سليم تحمل معها. نعم. خنجر، ويسألها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: لو لقيت أحد من المشركين بقرت بطنه. سبحان الله. شيبة بن عثمان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقتله، خرج. نعم. مع صفوف المسلمين. نعم. قال: ولا أعرف الإسلام ولا لي حاجة به. نعم. ولكن خرجت لئلا تعلو هوازن على قريش. أنا من قريش، إزاي هوازن. نعم. تغلب قريش؟ نعرة عصبية. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتذكرت من قتل من أقربائي. نعم. فقصدت النبي لأقتله صلى. نعم. الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فوجدت عمه عن يمينه وابن عمه عن شماله، فتراجعت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله، أرى خيلا بقلا، الخيل اللي كانت عليها الملائكة. نعم. قال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. يعني عرف الله. أنه على الكفر. أنه على الكفر. نعم. إنه لا يراها إلا كافر. نعم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضربه على صدره وقال: اللهم اهد شيبة، اللهم اهد شيبة، اللهم اهد شيبة.
فأسلم شيخ. قال فلم يرفع يده عن صدري حتى كان أحب الناس إليه. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. طبعا رأى حرص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال ليقتل الناس. نعم. إنما ليدخلوا في الدين. الله أكبر. فعرف أنه كافر وإنما جاء لقتله ولم يقتله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بل كان حريصا على هدايته ويدعو الله عز وجل اللهم اهد شيبة، فرأى الصدق في كلامه والحرص على